الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي يسر هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء خير ويمن وبركات، وأن يزيدنا فيه إيمانًا وعلمًا. أيها الإخوة المسلمون، نهنئ أنفسنا بدخول هذا الشهر الكريم والذي انتصفت أيامه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميع الطاعات، أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يتقبل جميع القربات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم وأن يلهمنا شكره عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المسلمون، إن كلام الله سبحانه وتعالى كلام معجز، معجز في لفظه ومعجز في معناه. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى كما أمرنا بتلاوته أمرنا بتدبره، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا يكفي أيها الإخوة المسلمون أن يعكف المسلمون على مجرد تلاوة القرآن، فهذا وإن كان طاعة في نفسه لكنه يفتقر إلى معنى التدبر. فنحن نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الأجر على ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن مجرد سماع آيات الله تتلى فإن في ذلك زيادة الإيمان. إذا أراد العبد أن يزيد إيمانه فعليه أن يسمع لكلام الله سبحانه وتعالى. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يرحم عباده الذين ينصتون لكلامه، قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن قضية التدبر هي معنى أصيل، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدبرون القرآن، أي ينظرون فيه وينظرون إلى مآلاته ويستشرفون معانيه، فإذا خفي عليهم شيء من ذلك فإنهم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير فيسألونه عما أشكل عنهم في ذلك فيجيبهم صلى الله عليه وسلم. وسأقف إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات مع شيء مما كان من الصحابة رضي الله عنهم في هذا الشأن ومن غيرهم ممن جاء بعدهم. جاء في الصحيح أنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لما نزلت هذه الآية، وهي آية نقرأها صباح مساء لكن قليل من الناس من يتوقف عندها، لكن الصحابة توقفوا لأنهم كانوا يعلمون أن القرآن لا ينبغي أن تحفظ حروفه ثم لا يفهم معناه أو تضيع حدوده. يعني الصحابة كان عندهم هذا المعنى مستقر في الأذهان، لا يظنون ولا يعتقدون أنه يكفي مجرد التلاوة. احنا كاين فينا اللي ربما كيقرأ القرآن وربما يحفظ القرآن ولا يعي منه شيئا، ما تفهم منه لا ربع ولا ثمن ولا حزب ولا والو، ربما يجد يعني الأمر كله غامضا بالنسبة إليه، لكنه لا ينشط للسؤال. أشنا هي المسألة اللي وقعت للمسلمين؟ حتى ما بقوش تسولوا على كلام الله سبحانه وتعالى، وقد غابت عنهم معان كثيرة في القرآن. إذن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى وصفا لهؤلاء الذين آمنوا وأخلصوا في إيمانهم ولم يخلطوا هذا الإيمان بشيء من الظلم، فما هو الجزاء؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ شكون فينا اللي ما درش حاجة ديال الظلم التي تخلط هذا الإيمان وتعكر صفوه؟ لاش كأننا هلكنا بهذا المفهوم. يعني إذا كان هذا المفهوم اللي فهموا الصحابة راه ما غادي يبقى حتى شي واحد، حتى واحد ما غادي ينجو، لأن ما منا من أحد إلا ويظلم نفسه، إلا ويقع في شيء من الذنب. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إذن أي واحد دار شيء ذنب ولو صغير فإنه يكون خارجا عن معنى هذه الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ماشي المعنى ديال الظلم في الآية هو داكشي اللي فهمته، إنما هو كما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني بين لهم بأن المعنى ديال الظلم في هذه الآية هو ما قال العبد الصالح لقمان وهو يعظ ابنه تلك المواعظ التي خلدها الله سبحانه وتعالى في القرآن: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهذا هو أكبر الكبائر. إذن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود بالظلم في هذه الآية هو الشرك، وليس مطلق الذنب وليس مطلق المعاصي. إذن هذا معنى من معاني التدبر الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. أيضا لما نزل قول الله تعالى في آخر سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني بحال سواء كتمتم ذلك في صدوركم أم أنكم أظهرتموه فإن الله سبحانه وتعالى محاسبكم عليه. أيضا شق ذلك عليهم رضي الله عنهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة فصلينا، وأمرنا بالصدقة فتصدقنا، وأمرنا بالجهاد فجاهدنا، ثم أنزلت عليك هذه الآية ولا نطقها. فقدموا بين يديهم هذه الأمور كالمعتذر، لأنهم لا يردون أمر الله، وإنما شق عليهم مفهوم هذه الآية. علاش قالوا ليه أمرنا بالصلاة فصلينا؟ باش يعتذروا لنفسهم بأنه راه ماشي هما ضد الأحكام ديال الله سبحانه وتعالى، ولا أنهم يعترضون على شيء من الأحكام التي حكم الله سبحانه وتعالى بها، وإنما يعتذرون لأنهم لا طاقة لهم بذلك. أمرنا بالصلاة فصلينا، أمرنا الله بالصلاة وصلينا، وأمرنا بالزكاة وزكينا، وأمرنا بالجهاد اللي هو ذروة سنام الإسلام، فخرجنا وجاهدنا وخاطرنا بالمهج، ثم أنزلت هذه الآية ولا نطقها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ واش بتديروا بحال اليهود والنصارى من قبل منكم الذين أنزلت عليهم الأوامر والزواجر فاعترضوا على حكم الله سبحانه وتعالى وقالوا سمعنا وعصينا؟ أي سمعنا قولك وعصينا أمرك؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فأرشدهم إلى ما يليق بهم، فإن أهل الإيمان إنما يليق بهم السمع والطاعة، هذا الذي يليق بأهل الإسلام. المسلم ما عنده شيء سمعنا وعصينا أبدا، وإنما الذي ينبغي أن يكون في قاموسه وفي معجمه سمعنا وأطعنا. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوصف وهذا الموقف لأهل الإيمان. قال الله تعالى في كتابه: إنما كان قول المؤمنين. وطبعا تعلمون أن إنما هذه تفيد الحصر، أي أنها يعني تحصر الأمر في المذكور وتنفيه عما عداه. إنما كان قول المؤمنين، يعني كان المؤمنين عندهم قول واحد، ما عندهم شيء 16، عندهم قول واحد فقط حينما يأمرهم الله أو ينهاهم، فإن لهم قولا واحدا لا ثانية له: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو قول المؤمن. إذن نحن أيضا مؤمنون، وينبغي أن يكون قولنا تجاه أحكام الله سبحانه وتعالى: سمعنا وأطعنا، أمرنا الله بالصلاة سمعنا وأطعنا، أمرنا بالزكاة سمعنا وأطعنا، أمرنا بالصيام سمعنا وأطعنا، أمرنا ببر الوالدين سمعنا وأطعنا، وهكذا في جميع الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. إذن قال لهم: قولوا سمعنا وأطعنا. قال: فلما اقترأها القوم
وذلت بها ألسنتهم، بقوا كلهم تيرددوها، كل شيء يقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. أنزل الله في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا بيان منه سبحانه وتعالى أن المقصود من الآية ليس كما فهم الصحابة رضي الله عنهم، وإنما المقصود منها أن الإنسان إذا عزم على الشيء وخطط له مما يغضب الله سبحانه وتعالى فإنه محاسب على ذلك، سواء أبدى ذلك أم أضمره في صدره. إذن إيش المقصود بالآية؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على الاعتقادات الباطلة. إنسان إلا اعتقد شيء اعتقاد باطل غادي يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه. إلى الإنسان عزم شيء عزم مؤكد على الشر فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه عليه، وذلك يزداد تحريما بحرمة المكان والزمان، كما قال الله سبحانه وتعالى في البيت الحرام: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، العلماء يقولون بأن الإنسان بمجرد أن يعزم على فعل المنكر في الحرام فإنه معرض لهذا الوعيد الشديد، بقي قاع ما دار والو غير عزم على الشر، لأن ذلك الموضع لا ينبغي أن يخطر ببال المسلم إلا الطاعات فقط. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالشاهد هو أن الصحابة رضي الله عنهم لما فهموا هذه الآية قالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله في إثرها التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ذاك الذي خاف منه الصحابة أنهم سيحاسبون على تلك الخواطر التي تجول بالنفوس والتي تهجم على النفس هجوما ولا يستطيع الإنسان ردها، فإن هذا معفو عنه، ولم يكلف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة إلا ما يدخل في طاقتها ووسعها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتحدث أو تعمل به. الله سبحانه وتعالى يعني تجاوز لهذه الأمة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بهذه الأمة المرحوبة، أن كل ما حدثت به أنفسها. إنسان كيكون جالس وكتجيه شي خاطر قبيح جدا، شي خاطر رديء، فإنه يرده ولا يعزم العهد عليه، ماشي تيعقد القلب عليه، وإنما يرده كيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك هذا الشأن بالنسبة لأصحاب الوساوس، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أحدنا يجد في قلبه ما يتعاظم، أو في رواية أخرى قال: لأن يخر من السماء خير من أن يتكلم فيه. يعني كيقول لك يجيه إنسان شي خاطر قبيح جدا كيقول لك راه يمكن يطيح من السماء الأرض وما يقولش هذاك الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوقد وجدتموه؟ أوقد وجدتموه؟ يعني هذه القضية وصلتكم؟ يعني وصلتوا لهذا المقام؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. ماشي صريح الإيمان هو ذلك الوسواس، وإنما ذلك المانع الذي يمنعك من التمادي والذي يجعلك تصرف ذلك وتستعيذ بالله منه، هذا هو صريح الإيمان. وفي الحديث الآخر قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس، الحمد لله الذي رد كيده أي كيد الشيطان إلى الوسواس، فلم يجعل للمخلصين من عباد الله يعني سبيلا للشيطان، يعني ما خلالش الشيطان شي سبيل أن يصل الشيطان إلى أهل الإيمان وأهل الإخلاص. الشاهد بارك الله فيكم أن الصحابة كانوا يعتنون بالتمعن في كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا أشكل عليهم شيء فإنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون. قصة وقعت بعد ذلك بكثير وفيها شيء من الطرافة، وقعت لإمام من أئمة اللغة يقال له عبد الملك بن قريب، وهو المشهور بالأصمعي، معروف الأصمعي، أديب ويعني نحوي بارع. هذا الرجل كان مرة يقرأ القرآن في مجلس، وفي المجلس أناس من الأعراب، فقرأ فقال في قراءته، يعني هذا يعني تمام الآية ليس من القرآن لكنه لحن فيه وأخطأ، فقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم قال: والله غفور رحيم. قال: والله غفور رحيم. فقال له ذلك الأعرابي: كلام من هذا؟ هذا الكلام هذا اللي قريتي علينا ديال من؟ قال: سبحان الله، هذا كلام الله.
فقال الأعرابي: ليس هذا بكلام الله، حاشا واش يكون هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فانتبه الرجل، انتبه هو يشوف في المصحف، فقرأ الآية على الصحيح: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: هذا كلام الله. دابا سمعتك، دابا هذا هو كلام الله. فقال له: أتقرأ القرآن؟ ياك ما انت حافظ وجالس معنا وما رد ليكش البال، ياك ما حافظ القرآن، تقرأ القرآن؟ قال: لا. قال: فكيف عرفت؟ اش هو الدين اللي جعلك تعرف هذه القضية؟ يعني ربما تخفى على القراء إذا لم ينتبهوا. قال: لأنه لو غفر ورحيم لما أمر بقطع الأيدي في السرقة، لكنه عز فحكم فأمر بالقطع. شوف دابا كيف يفهم غير السياق الآيات، لأن هذه الأسماء أو الأوصاف التي تختم بها الآيات لها مناسبة عظيمة، لا ينبغي للمسلم أن يظن أنها وضعت هكذا عبثا. يعني ربما يظن الإنسان يقول لك راه سواء الله غفور رحيم أو سميع أو كذا، بحال بحال. لا، كل لفظ في القرآن موضوع في محله بنظام وانسجام، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. إذن معنى التدبر هو أن تنصت لكتاب الله سبحانه وتعالى إذا تلي. لذلك استفاد الأولون حينما كانوا يتدبرون، ولم نستفد حينما صرنا ننشغل عند تلاوة القرآن. ولا احنا فاش تقرأ القرآن كتلقى الناس يتكلمون، الناس يضحكوا، الناس يكبوا فتاي، الناس كذا، فلذلك لا يستفيدون، لا يعني لا يروعهم إلا والإمام وقد ختم قراءته. فنقصد أن الإنسان ينبغي أن يتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى، وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى الذي أشرت إليه أنفا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا. ما قال اسمعوا، لأن هناك فرقا بين اسمعوا واستمعوا، فزيادة المبنى في الكلمة يفيد تغير المعنى. شكل ما مثلا إذا كان فيها الحروف زايدين كيدل على ذاك الشيء، على أن المعنى غير المعنى الذي فيه الحروف، أنقص من ذلك. اسمعوا غير استمعوا. فاسمعوا هذا يعني إلقاء السمع، يمكن أن تسمع شيئا من الحرام لكن لا يكون عليك إثم. ممكن الإنسان يسمع شعارة الحرام، يكون داز في الطريق، راكب في السيارة ولا في مواصلات، ويسمع شيئا من المحرمات لكنه لا يلقي له السمع. راه سمع داك الشيء، راه دخل لودنه، ولكن ليس عليه إثم. لماذا؟ لأنه لم يستمع. شنو هو الاستماع؟ الاستماع هو أنك تتقصد السمع، كتقصد، كتجيب شي حاجة وتجيب انت نعمس دي الشريط ديال القرآن مثلا وتشغله فتؤجر على ذلك. إلا جبتي شريط ديال الغناء والموسيقى وكتسنط ليه تأثم على ذلك. إذا الاستماع هو تقصد السماع. فالله سبحانه وتعالى ما أمرنا بسماع القرآن، وإنما أمرنا بالاستماع للقرآن. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وانظروا قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن فعل الجن، وهؤلاء خلق من خلق الله، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا موقفهم لما سمعوا القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، مش يسمعون، يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، أو ما استمعوا ثم قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا إلى قومهم منذرين، يعني علاش حصلت لهم الاستفادة؟ لأنهم استمعوا ولأنهم أنصتوا. فلو كان المسلمون اليوم يسمعون لكلام الله سبحانه وتعالى، ويسمعون للمواعظ إذا ألقيت عليهم، ولخطب الجمعة، فإنهم سيستفيدون استفادة عظيمة. الإنسان كيمشي ويسمع موعظة لكنه ينفض ثيابه ولا يأخذ معه شيئا، كيسمع كلام كثير، ربما فوائد عظيمة، ربما أحكام، ربما يعني تفسيرات لآيات من كتاب الله، لكنه لا يأخذ معه شيئا، تستفج. لذلك يعني لم يحصل ذلك الصلاح الذي صلحت به يعني بيوت الأولين. كانت البيوت ديال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا الصحابة إلا سمعوا شي حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم تيمشيوا عند النساء ديالهم وتيحدثوهم، كما حدث ذلك في قصة نزول الحجاب. لما أنزل الله سبحانه وتعالى آيات الحجاب: انقلب كل رجل إلى بيته فجمع نساءه، النساء اللي عنده، العيالات دياله، بناته، عماماته، اخوالاته، يعني أي امرأة في البيت جمعهن،
فتلا عليهن ما أنزل الله سبحانه وتعالى في حقهن من أمر وهو الحجاب. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار أشد الناس تصديقا للتنزيل. ثم ذكرت هذه القصة قالت: يعني لما سمعنا رضي الله عنهن خطاب الله سبحانه وتعالى لهن قالت: فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فشقته فاعتجرت به، فأصبحنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. يعني علاش حصل هذه الاستفادة؟ لأنهم استفدوا وبلغوا النساء ديالهم، والنساء كان عندهم هذه الاستجابة التامة لأمر الله سبحانه وتعالى، ما كان عندهم اعتراض كما هو عند نسائنا اليوم. نساء اليوم ربما تتلى عليهم الآيات والأحكام تلو الأحكام، لكنهن يعتذرن بأنهن غير مقتنعات بالحجاب، فأولى لهن أن يذكرن حقيقة الأمر وأنهن غير مقتنعات بحكم الله سبحانه وتعالى. أما قضية الحجاب هذه جزئية من الجزئيات في الدين، فالإنسان إذا اقتنع بأن الله سبحانه وتعالى هو مولاه وهو الذي يأمره وينهاه وهو الذي ينبغي أن يطيع أمره وأن يتجنب نهيه، فإنه حينئذ لا يبقى عنده اعتراض أبدا. أختم بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قوله سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولا يخفى عليكم أن الآية نزلت في أهل الكتاب، لكن القاعدة عند العلماء أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ما يجيش شي واحد يعترض يقولك إيوا هذه الآية راه نزلت في اليهود أما نحن راه مسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، فليس له من خلقه نسب ولا صهر سبحانه وتعالى، الله ما عنده شيء لوجهية. يعني إن نزلت هذه الآية في اليهود وارتكب المسلمون ما ارتكبت يهود فإنه سيصيبهم ما أصابهم، فإنه سيصيبهم ما أصابهم. إذن ربنا سبحانه وتعالى نعى على اليهود ووبخهم وحذرهم وبكتهم بهذه الآية: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما معنى الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه؟ هو أن يقر الإنسان ببعض الأحكام وأن يرد بعضها، كما يحدث لكثير من الناس. كثير من المسلمين الآن تقول لك: أسيدي قضية الصيام احنا صايمين، شحال من واحد دابا صايم وما مصليش مثلا، تقول لك الصياميه، مع أن الصلاة فرضها أشد، والعلماء اشتد اختلافهم في كفر تارك الصلاة كسلا ما لم يشتد في حكم تارك الصوم ومنتهك الشهر. فلاش كأن هذه الأمور لابد أن تعلم. إذن كاين الناس اللي هما صايمين مثلا وما تيصليوش، كاين النساء اللي كيصوموا وتيصليو كذا وما بغوش يديروا الحجاب مثلا، كاين الناس اللي تيصلي وتيصوموا وتيعقوا والديهم مثلا. فهذا التفريق لا يليق بالمسلم أبدا، وهو عنوان على السفه وعنوان على قلة الفهم وعلى ضعف الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. إذن ها هو الوعيد، الوعيد عقوبة عاجلة في الدنيا وهي الخزي، وعقوبة مؤجلة في الآخرة وهي العذاب الشديد. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالإنسان حينما يتدبر هذه الآيات يعلم أن الناس إذا حكموا ببعض الأحكام وخالفوا بعضها فإنهم لم يسلموا من هذا الوعيد الذي جاء في هذه الآية الخزي. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فذكره في أحاديث، قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن هذا الذل ملازم لكل من رفض أحكام الله سبحانه وتعالى وأعرض عن بعضها، مش أعرض عن الكل إلى أعرض غير على بعض الأحكام، فإنه ذليل في الدنيا. ورحم الله الحسن البصري إذ يقول: والله لئن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية ليغشاهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. هذا الحسن البصري رحمه الله
يقول في أصحاب الثراء، الناس اللي عندهم وجاهة وربما عندهم أموال وعندهم مناصب لكنهم مخالفون لأمر الله سبحانه وتعالى، ويتباهون ويتكبرون ويتجبرون على الخلق ويركبون أحسن المراكب. طبعا المراكب اللي كانت في ذاك الوقت ما كانوا شيء، السيارات وكذا، ولكن كانت أنواع المراكب والدواب. قال والله لئن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية ليغشاهم. ذل ديال المعصية نزل لهم من رأسهم حتى رجليهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الشرور ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وقافين عند حدود الله، عاملين بما أمر الله سبحانه وتعالى، منتهين عما نهى عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعظم هذا الكتاب الكريم، وممن يتدبر آياته، وممن يقف عند حدوده، وممن يؤمن بمحكمه، وممن يكل متشابهه إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزا الله شيخنا على هذه الكلمات النيرات الطيبات المباركات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في حركته تيسير وفي كلامه تبتير.